ايضا من الادله التي تدل على ان المسلم قد يقع في الشرك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين، يعني يعودون من امه محمد صلى الله عليه وسلم وقد اسلموا يعودون الى المشركين ويكونون منهم. هذا خبر على سبيل التحذير، ليس خبر للتسليه. اذا احذر ان تكون ممن يلحق المشركين، ان ترجع الى الكفر بعد ان انقذك الله منه، احذر. وحتى تعبد قبائل من امه الاوثان، من امه محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الاوثان، نعم هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لان اذا عبد انسان حجرا او شجرا او قبرا فهو وثن، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال العلم معنى هذا: لو عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان وثنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لذا لم يبرز قبره. إذن كل ما يعبد من دون الله من قبور، من قباب، من أحجار، من أشجار، هذه أيش؟ أوثان. ويقع في ذاك من هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما نتكلم هنا عن الهندوس وعن البوذيين وعن، لا لا، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الأوثان.